لقاح فيروس كورونا قد بات قريب المنال، وتأتي مكاسب اليوم لتضاف إلى ارتفاعات وصلت إلى 10% لخامي برنت وغرب تكساس في تداولات الأمس، وهي أعلى نسبة ارتفاع يومي في أكثر من 5 أشهر. وقد لاقت أيضا أسعار النفط دعما منذ مطلع تعاملات الأسبوع بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الأمريكية. عبر سكايب ينضم إلينا الدكتور يوسف الشمري، الرئيس التنفيذي لسي ماركتس أو ماركتس. أهلا وسهلا دكتور يوسف، حياك الله معي في نشرة الرابعة. يعني أنباء مبشرة خلت الأخضر دائما طاغي على كل المؤشرات في الأسواق العالمية، هذه لأول مرة تقريبا من 5 أشهر كما سبق. هذا دفع أحد المهتمين بهذا المجال أنه يوصف الحالة بأنها بمثابة حقنة أدرينالين تضخ الآن، لكن هل هي بداية تعافي؟ هل هي قطيعة مع مرحلة سابقة أو من السابق الحديث بهذا الشكل؟ أهلا وسهلا أستاذ خالد. في الحقيقة ما شهدته الأسواق في الأيام أو اليوم الماضي كان هنالك فيه زي ما تقول ميكس سيجنال أو إشارة مختلطة. في قبل إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية كان الأسواق عندها حالة من عدم اليقين أدت إلى تراجع الأسعار بحوالي 7%، لكن مع إعلان الفيروس حسب ما ذكرت كان هنالك قفزة في الأسعار، فتجاوزت الأسعار أكثر من 10% في خلال يوم واحد، ارتفاع يعني ملحوظ وعوضت جميع الخسائر اللي حصلت لها في الأسابيع الماضية. فأعتقد ليس على فكرة ليست فقط كان المدعوم في إعلان الفيروس، لكن لأنه أيضا في نفس اليوم كان هنالك تصريحات من سمو وزير الطاقة السعودي في مؤتمر أديبك اللي بينت أن أوبك بلس قد تأخذ منحة أكثر مما يتوقعه المحللون من ناحية تمديد التخفيضات الحالية إلى أكثر من 3 أشهر. أنا في توقعاتي كنت أتوقع أنا والعديد من المحللين أنه 3 أشهر، لكن سمو وزير الطاقة السعودي بس الآن هذه بداية خلاص، يعني أنه إحنا أمام تعافي، ما راح نرجع للفترة السابقة. أعتقد مؤشرات جيدة، لكن لا تزال الأسواق لديها نوع من الحذر، لأنه الفاكسين أو اللقاح لم يكون يعني متوفر، ما وزع حاليا في الأسواق. هنالك نسبة 90% لنجاحه في أول ما يتم توزيعه حسب الأخبار اللي أقراها، يكون متوفر للناس اللي هم أكثر عرضة للفيروس. لكن أعتقد أنها ستكون داعم قوي أنه عدم حدوث زي ما تقول انخفاض في الأسعار، لأن هنالك الكثير من البوادر الإيجابية. الوجود لقاح أو اتفاقية أوبك بلس هذه ستعمل نوع من دعم للأسعار في الفترة الحالية. جت بالتزامن مع فوز جو بايدن أيضا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، يعني أنا ماني فاهم كثير في الاقتصاد، لكن ودي أسأل أيهما الأكثر أهمية في هذه الحالة، يعني جو بايدن وفوزه ولا اللقاح أو الإعلانات هذه؟ في نظري أسعار النفط لم تتأثر بغض النظر فاز جو بايدن أو دونالد ترامب، لأنه لكن الأسواق كانت تترقب نوع من حالة اليقين. لما كان هنا تأخرت إعلان نتائج الانتخابات كان هنالك تراجع سلبي في الأسواق، لكن مع تأكد فوز رئيس المنتخب جو بايدن أعطى نوع من حالة اليقين في الأسواق، فهذه زي ما تقول كانت زي ما تقول مؤشر إيجابي إضافي. إضافة هذه المسألة الأولى، لكن جو بايدن أيضا كان هنالك اعتقاد سائد في الأسواق أنه فوز جو بايدن سيتسبب في انخفاض أسعار النفط، ببعض المحللين قال 5 إلى 10 دولار، لكن في نظري أن جو بايدن لديه الكثير من الأجندة التي قد تتسبب في ارتفاع أسعار النفط خلال 4 سنوات القادمة. مثل إيش؟ مثلا جو بايدن لديه أجندته في الطاقة النظيفة، هذه قد تتسبب في انخفاض الاستثمارات في مجال صناعة النفط، وبالتالي قد تتسبب في انخفاض الإمدادات. اليوم المجالات اللي كانت أكثر تضررا بالوباء مثل شركات الطيران، الضيافة والسياحة ارتفعت أسهمها، لكن مش في المجمل، يعني في شركات ارتفعت ارتفاع طفيف، في شركات طيران ارتفعت ارتفاع أعلى، فبالتالي التفاوت هذا كيف ممكن يعني ننظر إليه؟ وفي شيء ثاني، أنه إذا كان هذا الخبر خبر إعلان قرب إنتاج اللقاح كان مؤثر بشكل إيجابي على هذه القطاعات، فهو كان مؤثر بشكل سلبي، استفادت كثيرا
من 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 الجائحة. نتكلم عن أمازون على سبيل المثال، يقولوا إنه تراجع في مكاسبه مع هذا الخبر، يعني المفروض يكون خبر حلو يعني كل مكاسب على الجميع. الأسواق هي في الأخير تخضع لقواعد العرض والطلب، وحنا اللي جالس نشوفه حاليا لما يكون مثلا في ارتفاع على في أسعار شركات السياحة والسفر، لأنه هذا يعطي طمأنة للمستثمرين في هذه الشركات، أنه لأنه مع وجود لقاح هذه أكثر القطاعات اللي تضررت من عدم السفر وانخفاض الوقود على وقود انخفاض الطلب على وقود الطيران، بينما أمازون كانت هي رابحة من الإجراءات الحجر الصحي لأنه أكثر كان في زيادة على الطلب من الأونلاين بيمنت أو الأونلاين ترانزاكشن. فهذه أحد الأسباب اللي شفنا انخفاض في أسعار أمازون، أسهم أمازون، وارتفاع في زي ما قلت شركات السفر والطيران. هذا احنا نتكلم فقط عن إعلان للقاح واحد، وأنت عارف أنه في كذلك لقاحات يعني في طور التصنيع الآن، فكيف ممكن نتوقع تأثير إعلان مثلاً 10-15 لقاح خلال الفترة القادمة على الأسواق العالمية؟ أعتقد لدى المستثمرين أو لدى عموما خلينا نقول المجتمع عموما ستكون مسألة في أمان اللقاح. شركة فايزر أعتقد أن سمعتها قد تكون لديها مصداقية أكبر من ناحية إنتاج اللقاح الآمن مقارنة باللقاحات الأخرى، مع أن أنا ما أحب أدخل في جودة اللقاحات من جودتها أخرى، لكن أعتقد أنها تلعب نوع كبير في أنه ثقة المستثمرين يعني. فعلا فأعتقد أنه لما يكون جاي من شركة مثل كبار الشركات الأمريكية في صناعة الأدوية، أعتقد أنه تلعب دور في طمأنة الأسواق من ناحية أن اللقاح آمن ولقاح فعال، لأنه هذه مسألة أخرى قد تواجهها العالم. هل كم عدد سكان العالم لديهم القابلية لأخذ اللقاح؟ اليوم في تشريع صدر من بريطانيا يقول أنه اللقاح لن يكون إجباريا للمجتمع البريطاني لأخذه، وهذه أحد أسبابها أن المجتمع لديه تخوف من أمان اللقاح لدى يعني مستهلكي. شكرا جزيلا لك على تواجدك معي وعلى هذه الإفادة عبر سكايب، يوسف الشمري أو دكتور يوسف الشمري، الرئيس التنفيذي لسي ماركتس.